تبدا الجوله الثانيه. بدايه الجوله الثانيه، بدايه الجوله الثانيه بين المصارعين وليد العربي وعبد الكريم بن غنام. الجوله الاولى كانت لصالح رياضي اللي بالزي الاسود عبد الكريم بن غنام، اللي سيركيلار تاع بن غنم، ما شاء الله تاع كريم بن غنم، رياضي من ذو مستوى عالي ما شاء الله. حتى وليد العربي نشاهد انه يحاول تدارك الامر. هنا يدى البروجيكسيون العربي وليد، هنا كيشوفوا عنده نقطتين العربي وليد في البروجيكسيون. في هذه الحالة، في هذه الحالة السيد دحمان، عند خروج الرياضيين من 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 الأرضية، كيف يكون تعامل الحكام مع هذه الوضعية؟ كي يخرجوا يقدر يعاود كيما دوك دار الحكم كي شفنا، عاود رجعهم للسونتر وعاودوا بداو الكومبا من داروا جديد. انا شوفو راهو عربي وليد راهو متحمس بزاف دوك، خاطر على بالو اللي جولة الاولى داها الخصم ديالو دوك تحتم عليه. هنايا هنا اسقاط الحركه هذه، هنا وحب يروح يدير حركه الجيوتين العربي وليد. مشاهدينا الكرام، دائما معكم في المنازلة الأولى والوزن الأول، الوزن الخفيف، وزن أقل من 56 كيلوغرام. أول جولة كانت لصالح عبد الكريم بن غنام، والجولة الثانية سيدي دحمان تفضل. نعم تفضل. هنا يا أب قروشي الله يبارك يخدم ما شاء الله، تشوف لي هنا دارك إسقاط بن غنم. هنا عملت إخداع عملت حركة صعبة من وليد، الأمور في صالح وليد العربي. هنا راهوك في أو دخل الحكم علي تورماتين حكم الحلقة. كل يوم يقولوا سلامة الرياضي، الحكم يدخل وعنده الحق يدخل الحكم. هو السيد القرار، وطبعا سلامة الرياضيين أولى من أي شيء. وهنا مشاهدينا الكرام نهاية الجولة الثانية بين المصارعين وليد العربي وعبد الكريم بن غنام.